ماهر، ازيك حبيبي؟ وحشني، ربنا يخليك. بقول لك عايز احجز النهارده ترابيزه على الساعه 11 بالليل، يعني هنكون اراوند 10. اوكي، عايز بقى ترابيزه تظبيط؟ ها حبيبي، يلا سلام يا ميرو. يو وراب، بقولك هو انت عندك حاجه النهارده بالليل؟ طب ما تجهزي كده، قعد عليك كمان شويه نخرج خروج جامده، يعني مفاجاه. ماشي، عشان العشرة كده، يلا باي. انا عايزه الاكل يتقدم وهو سخن، مفهوم؟ انت فين يا عروسه؟ صلي على النبي، صلي صلي، واللي ما يصلي ما شاء الله. قمر قمر قمر، شعرك تحفه، تسلم ايدك يا علاء، والله العظيم تحفه تحفه. لا الفستان يخبل اساسا. جميله جميله حبيبتي، اوعى تكوني بعتي صوره للواد. لا بقول لك من دلوقتي اهو، ده فال وحش، خليه يتفاجئ، يدخل كده عليك يتفاجئ. يا مامي عقبالك يا خولي. خولي جوه، خولي ادخلي. ازيك يا سكر؟ ازيك يا حماد؟ ازيك يا خالتي؟ ايه اللي اخرك يا حبيبي لحد دلوقتي؟ على بال بقى خالتي ما لبست الحته اللي على الحبل عشان تشرفت. يا وانت بقى ايه اللي اخرك؟ معلش بس الشياكه بتاخد مني وقت ومجهود يا خالتي. يخرب بيتك افتكرناك العريس يا موكوش. مبروك يا نادي. الله يبارك فيك يا حماده. انا قلت ما ينفعش يعني تبقوا في يوم زي ده من غير راجل. يا حبيبي ربنا يخليك ليا، شكلك حلو قوي. ربنا يخليك. مبروك يا طلقه. شكرا يا زيزو، عقبالك. ادخلي جوه يلا، عريس الزمان جاي. يلا 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 ادخلي جوه. معلش يا زيزو، سيب لي اقول كلمتين كده مع حماد. اوكي شوجر، اوكي شوجر. هو انت جاي تبارك ولا عشان حاجه تانيه؟ خفيش يا سكر، انا مش جاي اتكلم في حاجه، انا جاي اقف جنبكم بس. وبعدين انا ما عنديش استعداد اخسرك زي ما خسرت انا دي. جدع حماد. اهلا اهلا، ازيك يا حسن؟ اتفضل اتفضل. مبروك يا حبيبي، الف مبروك يا ماما. اهلا يا ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبتي؟ ايوه ايه الجمال ده كله؟ تعالي حسن هنا. ازيك يا ماما؟ اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.